السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائنا الطلاب، طلاب الثالث الإعدادي الصف التاسع، رح نكمل اليوم الجهاز العصبي. خلصت الدرس الماضي الجهاز العصبي، رح نشوف نوافذ الجهاز العصبي على الوسط الخارجي اللي بتتمثل بالمستقبلات الحسية. رح نبدأ اليوم بأول درس في المستقبلات الحسية اللي هو أهم مستقبل حسي عندي هو العين والرؤية. رح نشوف اليوم تعرف على أهم أعضاء الحواس، أهم مستقبل حسي العين والرؤية. العين تقسم إلى قسمين، تقسم العين، طبعا كرة العين تسكن العين ضمن عظم الحجاج. عظم الحجاج الموجود في الوجه نحن شفنا وقت أخذنا دروس الهيكل العظمي، قلنا بالنسبة للهيكل العظمي عندي عظام الوجه والقحف، قلنا عظام القحف تحمي الدماغ، بينما عظام الوجه تقوم بحماية أعضاء الحواس. وأهم أعضاء الحواس هي العين، لذلك تسكن العين ضمن عظم الحجاج الذي يفصلها عن عظم الحجاج، أو كرة العين بيفصلها عن عظم الحجاج، هي عبارة عن وسادة شحمية. تتكون العين من قسمين، من ملحقات كرة العين وملحقات كرة العين وكرة العين. معناتها العين أو المستقبل الضوئي بتكون عندي من قسمين، من ملحقات كرة العين وكرة العين. رح نبدأ في البداية بملحقات كرة العين. ملحقات كرة العين عندي 5 ملحقات لكرة العين. رح نشوف في البداية الحاجبين، هذول عندي الحاجبين والأجفان والأهداب، تمام، اللي هن رموش الاهداب، الغده الدمعيه، هي الغده الدمعيه اللي توجد في الناحيه الوحشيه لكره العين، تقوم بافراز الدمع لترطب كره العين وتحميها من الجراثيم. عندي العضلات المحركه لكره العين، العضلات المحركه لكره العين عددها 6 عضلات، عندي هذول عضلات المحركه لكره العين، 4 عضلات مستقيمات وعضلتين منحرفات او مائلات. طبعا العضلات كره العين من الامام تتصل بكره العين، من الخلف مع جدار الحجاج لتؤمن لها الحركه في كافه الاتجاهات. فبالنسبه للعضلات المحركه لكره العين عددها 6 عضلات، 4 عضلات مستقيمات وتنتين منحرفات، تتصل من الامام مع كره العين، من الخلف مع جدار الحجاج تؤمن حركة كرة العين في الاتجاهات كافة. آخر قسم عندي الملتحمة، الملتحمة هي عبارة عن غشاء جلدي شفاف يحيط بكرة العين من الأمام. معناتها صار عندي 5 أعضاء ملحقة لكرة العين. أول شيء في عندي الأجفان، 2 الأهداب والحواجب، 3 عندي العضلات المحركة لكرة العين، 4 الغدة الدمعية، والخمسة الملتحمة. بعد تعريف الملتحمة، هو غشاء جلدي شفاف يحيط بكرة العين من الأمام. هذه بالنسبة لملحقات كرة العين. هلا بنشوف كرة العين. كرة العين تقسم إلى قسمين، إلى جدار كرة العين والأوساط الشفافة. راح نحكي في البداية عن جدار كرة العين. جدار كرة العين بتكون من 3 أقسام، اللي هي الصلبة والمشيمية والشبكية. بعيد مكونات كرة العين هي 3 جدار، 1 الصلبة، 2 المشيمية، 3 الشبكية. راح نحكي في البداية على الصلبة. الصلبة لونها أبيض، لونها أبيض والخارجية، تمام، هو عندي هذه طبقة الصلبة، هذا اللون الأبيض هي الصلبة، هي أول طبقات كرة العين، وظيفتها حماية كرة العين، تتحدب من الأمام وتشف لتشكل القرنية الشفافة. معناتها هي الجزء الأمامي المتحدب من الصلبة، تشكل القرنية الشفافة، ويوجد في الصلبة بالخلف ثقب يخرج منه العصب البصري أو يمر منه العصب البصري. فطبقة الصلبة لونها أبيض خارجي، تحمي الطبقات التي تليها اللي هي طبقة المشيمية وطبقة الشبكية، تتحدب من الأمام قليلا لتشكل القرنية الشفافة، ومن الخلف يوجد ثقب يمر منه العصب البصري. هذه أول طبقة من طبقات كرة العين. الطبقة الثانية من كرة العين هي طبقة المشيمية. طبقة المشيمية الطبقة الثانية راح نشوفها هون باللون الأحمر، هي طبقة المشيمية. طبقة المشيمية غنية بالأوعية الدموية، تحوي على أوعية دموية. وظيفة المشيمية تمد الشبكية بالأكسجين والغذاء. مع تزقال ما وظيفة المشيمية بقول تمد الشبكية بالأكسجين والغذاء. وجهها الداخلي أسود،
الوجه الداخلي أسود بيجعل كرة العين مظلما، وهذا الوسط المظلم يسمح لنا بوضوح في الرؤية. فهذا الطبقة المشيمية غنية بالأوعية الدموية لإمداد طبقة الشبكية بالأكسجين والغذاء. اثنين، وجهها الداخلي أسود لذلك تجعل جوف كرة العين مظلما. إذا قال لي هون علل جوف كرة العين مظلما، نقول أن الطبق الوجه الداخلي للمشيمية لونه أسود. بالنسبة للمشيمية قلنا غنية بالأوعية الدموية ووجهها الداخلي أسود. مثل ما قلنا بالنسبة للصلبي تتحدب من الأمام، أما طبقة المشيمية تتسطح من الأمام. بهي طبقة الصلبي تتحدب من الأمام لتشكل قرنية شفافة، بينما المشيمية تتسطح من الأمام لتشكل بنيتين اللي هن القزحية والجسم الهدبي. القزحية عندي هون، هذه القزحية يختلف لونها من شخص إلى آخر، عبارة عن قرص ملون يختلف لونها من شخص إلى آخر. وسط القزحية يوجد فتحة صغيرة تدعى بالحدقة. وسط القزحية يوجد فتحة صغيرة تدعى بالحدقة، هذه الحدقة قطرها متغير حسب شدة الإضاءة، فممكن تتوسع الحدقة في الضوء الضعيف وتتضيق في الضوء القوي. رح نشوفها في كمال درسنا أنه آلية عمل الحدقة. ممكن تجيبني هون تعليل، علل قطر الحدقة غير ثابت، نقول لأنه يتغير حسب شدة الإضاءة. أما بالنسبة للجسم الهدبي الذي يقع خلف القزحية يكون مكون من ألياف عضلية لا إرادية، ألياف عضلية ملساء لا إرادية، وأوعية دموية. فبعيد ترتيب المشيمية، أقول المشيمية في البداية بهمني وظيفتها هي غنية بالأوعية الدموية، وظيفتها أمداد طبقة الشبكية بالغذاء والأكسجين. التعليل الثاني علل وجه الداخلي لكرة العين أو وجه كرة العين مظلما، نقول لأن المشيمية لونها أسود. الثلاثة، ماذا تشكل المشيمية من الأمام؟ نقول بشكل بنيتين لهن القزحية والجسم الهدبي. ما المقصود بالقزحية؟ هي قرص ملون يختلف لونه من شخص إلى آخر. وسط القزحية يوجد فتحة صغيرة تدعى بالحدقة، قطرها متغير حسب شدة الإضاءة. هون بهمني تعليل علل شدة الإضاءة، الحدقة قطرها متغير أو قطرها غير ثابت، نقول أنه يختلف قطرها حسب شدة الإضاءة. مما يتكون الجسم الهدبي؟ نقول يتكون من ألياف عضلية ملساء لا إرادية وأوعية دموية. أين يقع الجسم الهدبي؟ يقع خلف القزحية. هذه بالنسبة للطبقة الثانية اللي هي طبقة المشيمية. بينما الطبقة الثالثة راح نشوفها هي اللي هي طبقة الشبكية. طبقة الشبكية هي الطبقة الثالثة، هي تحوي على خلايا حسية بصرية، فهي طبقة حساسة للضوء لأنها تحوي على خلايا الحسية البصرية اللي هن العصي والمخاريط، ويخرج منها ألياف العصب البصري. معناتها الشبكية الطبقة الثالثة اللي تلي طبقة المشيمية حساسة للضوء لأنها تحوي على خلايا حسية بصرية اللي هن نوعين خلايا الحسية البصرية اللي هن العصي والمخاريط، ويخرج منها ألياف العصب البصري اللي تتصل، العصب البصري طبعا يتصل بمركز الرؤية بالمخ. طبعا شفنا نحن بالدرس الجهاز العصبي وظائف الجهاز العصبي اللي هو مركز تقع بالفص القفوي الباحات الرؤية. تحوي الشبكية على انخفاض صغير، تمام، تحوي على انخفاض صغير يدعى باللطخة الصفراء. في هذه اللطخة الصفراء تكون فيها المخاريط بشكل كثيف جدا، لذلك تكون الحدة الإبصارية أو قوة البصر تبلغ شدتها في هذه المنطقة اللي هي باللطخة الصفراء. ومنطقة خروج العصب البصري، هذه المنطقة خروج العصب البصري لا يحوي على خلايا حسية بصرية، لذلك يدعى بالنقطة العمياء. فالنقطة العمياء هي نقطة خروج العصب البصري. بالنسبة للعصي والمخاريط، طبعا عندي أشكال للعصي والمخاريط. هذا عندي شكل خلية العصي وهون شكل خلية المخاريط. عدد العصي في العين يصل حوالي إلى 130 مليون خلية عصي، بينما عدد المخاريط تقريبا 7 مليون مخاريط فقط. هي بالنسبة للطبقة الثالثة اللي هي بالنسبة، وهيك بكون أنهينا طبقات جدار كرة العين. راح نشوف القسم الثاني من جدار كرة العين اللي هي الأوساط الشفافة. الأوساط الشفافة، أول شيء راح نشوف القرنية الشفافة، وأنا حكيت عن القرنية الشفافة من قبل اللي هي ناتجة عن تحدب طبقة الصلبي من الأمام، وقد طبقة الصلبي تتحدب من الأمام وتشف لتشكل القرنية الشفافة. معناتها أول وسط شفاف وقرنية شفافة. طبعا الوسط الشفاف يعني وسط يسمح بمرور الضوء. اثنين، عندي الخلط المائي. الخلط المائي راح نشوف انه الخلط المائي موجود في هذه المنطقة. الخلط المائي يملأ الحجرة، هو يشبه الماء، هو سائل شفاف كالماء، يملأ الحجرة الأمامية لكرة العين بين القزحية والقرنية.
هذه الحجرة الأمامية لكرة العين توجد بين القزحية والقرنية. راح نشوف بعدين القسم الثالث اللي هو الجسم البلوري أو عدسة العين. هذه عدسة العين أو الجسم البلوري هي عبارة عن عدسة محدبة الوجهين. معناته الجسم البلوري هو عبارة عن عدسة مرنة محدبة الوجهين. وجهها الخلفي أكثر تحدبا من وجهه الأمامي. عدسة مرنة محدبة الوجهين، وجهها الخلفي أكثر تحدبا من وجهه الأمامي، مثبتة بواسطة الأربطة المعلقة. بواسطة الأربطة المعلقة، معناتها الأربطة المعلقة وظيفتها تثبيت الجسم البلوري في مكانه. الأربطة المعلقة تصل بين الجسم البلوري والجسم الهدبي، معناتها يتصل الجسم البلوري مع الجسم الهدبي بواسطة الأربطة المعلقة. نشوف آخر شيء من الأوساط الشفافة اللي هو الخلط الزجاجي. الخلط الزجاجي هو عبارة عن كتلة هلامية تملأ جوف كرة العين. تمام، تملأ جوف كرة العين أو الحجرة الخلفية لكرة العين. هذه المنطقة. تمام، هون عندي الأوساط. معناتها ممكن يجيني سؤال رتب الأوساط الشفافة من الأمام إلى الخلف، فهذول لازم أحفظهم بالترتيب. فبنقول بالبداية القرنية الشفافة، 2 الخلط المائي، 3 الجسم البلوري، و4 الخلط الزجاجي. هذول هن الأوساط الشفافة. هيك بكون تعرفنا على كرة العين. ونحن قلنا بالبداية إنه كرة العين تقسم إلى قسمين اللي هي جدار كرة العين والأوساط الشفافة. تعرفنا على جدار كرة العين اللي هن عبارة عن الصلبة والمشيمية والشبكية، وتعرفنا على الأوساط الشفافة اللي هن بالبداية القرنية الشفافة، الخلط المائي، والجسم البلوري، والخلط الزجاجي. هلا راح نشوف كيف تتم الرؤية. حتى تتم الرؤية عندي لازم توفر عندي آليتين اللي هن آلية ضوئية وآلية عصبية. معناتها تتم الرؤية بآليتين، هما الآلية الضوئية والآلية العصبية. رح نحكي في البداية الآلية الضوئية. الآلية الضوئية بتضمن لي 3 مراحل. المرحلة الأولى تكوين الخيال. تكوين الخيال، مسؤول عن تكوين الخيال هو الجسم البلوري، عدسة محدبة الوجهين. ما المسؤول عن تكوين الخيال وما صفات الخيال المتكون؟ قل مسؤول عن تشكيل الخيال هو الجسم البلوري. ما صفات الخيال؟ نقول الخيال حقيقي أصغر من الجسم ومقلوب. معناتها للخيال 3 صفات، هو خيال حقيقي أصغر من الجسم ومقلوب. ما هو صفات الخيال المتشكل على الشبكية؟ 3 صفات، هو خيال حقيقي، 2 مقلوب، 3 أصغر من الجسم. أول مرحلة من مراحل الآلية الضوئية. المرحلة الثانية راح تكون عندي المطابقة. المطابقة هي عملية ضبط وأحكام آلي. عملية ضبط وأحكام آلي. هل عملية الضبط والأحكام الآلي تضمن دائما توضع الخيال على الشبكية؟ لا تكون الرؤية واضحة إلا إذا توضع الخيال على الشبكية. فتقوم عملية المطابقة بهذا الضبط اللي هو اللي توضع الخيال على الشبكية، وهي فعل انعكاسي، يعني هو فعل لا إرادي، لا يمكن التحكم به، يحدث دون تدخل القشرة المخية، فهو فعل لا إرادي، وتتم بواسطة الجسم البلوري. معناته الجسم البلوري وظيفته شكل الخيال اللي شفناه مرحلة تشكل الخيال. 2 له الدور الأساسي في عملية المطابقة اللي هي تضمن بقاء الخيال على الشبكية. طبعا لحتى يتوضع الخيال على الشبكية، أنا عندي المسافة يتوضع الخيال على الشبكية بشكل تلقائي لما بيكون الجسم بعيد عن العين مسافة 6 متر. متى يتوضع الخيال على الشبكية دون مطابقة؟ نقول عندما يكون بعيد عن العين مسافة 6 متر، وهي تمثل لنا لدينا نقطة المدى. فنقطة المدى هي أبعد نقطة من العين تبدأ عندها عملية المطابقة. يعني 6 متر إلا أو ناقصة مثلا سنتين 3 رح يكون عندي عملية مطابقة. أما 6 متر بالضبط ما راح يكون في عندي عملية مطابقة، لأن الخيال يتوضع بشكل تلقائي على الشبكية. فهي أبعد نقطة من العين تبدأ عندها عملية المطابقة وتساوي 6 متر. 6 متر عندي هالنقطة، هي نقطة المدى. عند 6 متر لا يوجد مطابقة، لأن الخيال بشكل تلقائي متوضع على الشبكية. بينما أقل من 6 متر بتصير عندي نقطة الكثب اللي هي أقرب نقطة من العين. نقطة الكثب أقرب نقطة العين تنتهي عندها عملية المطابقة. معناتها تبدأ عملية المطابقة في نقطة المدى 6 أمتار،
تنتهي عملية المطابقة في نقطة الكثب اللي هي 15 سنتيمتر، ويزداد تحدب الوجه الأمامي للجسم البلوري كلما اقترب الجسم من العين. مات عند 6 أمتار كان يتوضع الخيال على الشبكية والجسم البلوري مسطح ولا تتم عملية المطابقة. من 6 أمتار لل 15 سنتي يبدأ بتحدب الجسم البلوري، يعني 6 أمتار ما في تحدب، الجسم البلوري مسطح. 5 أمتار يتحدب الجسم البلوري، 4 أمتار تحدب أكثر، 3 أمتار أقل، لن نوصل لل 15 سنتي يبلغ تحدب الجسم البلوري ذروته، لا يستطيع الجسم البلوري التحدب أكثر من ذلك. كلما اقترب الجسم يتحدب الجسم البلوري، راح وصل لمرحلة ما بقي تحدب الجسم البلوري، انتهى تحدبه، يعني هو مرض وصل لمرحلة انه هذا التحدب صار اعظمي، ما بقى بحسن يتحدب اكثر من ذلك، لذلك تتوقف عملية المطابقة. مع عملية المطابقة تبدأ عند 6 متر، ليش؟ يعني الجسم البلوري بيكون مسطح، 6 متر الا كم سنتي تبدأ عملية المطابقة، بيبدأ تحدب تدريجي للجسم البلوري. يتحدب جسم بلوري كلما اقترب الجسم، تحدب 6 امتار ما في تحدب، 5 امتار تحدب اكثر، 4 امتار تحدب اكثر، 3 امتار اقل اقل اقل، لان وصل لل 15 سنتي. عند ال 15 سنتي بيكون الجسم البلوري بلغ ذروته، لذلك اقل من 15 سنتي الرؤية غير واضحة ولا يحدث مطابقة. الرؤية غير واضحة ولا يحدث مطابقة، بين 6 أمتار و 15 سنتي رؤية واضحة مع المطابقة، أكثر من 6 أمتار رؤية واضحة بدون مطابقة. هون هذا شوف رح نقول بعد الجسم أقل من 5 سنتي بيكون رؤية غير واضحة، لأن الجسم البلوري غير قادر على زيادة التحدب، هو وصل لقمة التحدب فغير قادر على زيادة التحدب أكثر من ذلك. بعد الجسم البلوري أكثر من 6 متر الرؤية واضحة بدون عملية مطابقة، لأن الجسم البلوري يكون في وضعه الطبيعي. بعد الجسم البلوري بعد الجسم من 15 سنتي ل 6 متر الرؤية واضحة مع المطابقة، بنقول لأن الجسم البلوري يزداد تحدبه كلما اقترب الجسم من العين، وذلك ضمن هذا المجال من 6 متر لل 15 سنتي، وهكذا بيكون تمت عندي الآلية الضوئية. بينما المرحلة الثالثة من الآلية الضوئية هو التحكم بكمية الضوء. قلنا نحن انه الحدقة قطرها غير ثابت بسبب انه قطرها غير ثابت، تتحكم بكمية الضوء، بتغير قطرها حسب شدة الإضاءة، وهذا يتم بواسطة الألياف العضلية اللا إرادية الشعاعية والدائرية الموجودة في القزحية. فإذا كان الضوء ضعيفا تتوسع الحدقة، تتقلص العضلات الشعاعية وتسترخي العضلات الدائرية، مما يؤدي إلى توسع الحدقة فيؤدي إلى دخول كمية أكبر من الضوء مما يسمح برؤية واضحة. بينما إذا كانت شدة الإضاءة عالية تتقلص العضلات الدائرية وتسترخي العضلات الشعاعية، مما يؤدي إلى تضيق الحدقة ونفوذ كمية قليلة من الضوء، ما بحاجة إنها الكمية الكبيرة ممكن تؤدي إلى تخرب الشبكية. لذلك هذا الشيء بنشوفه بشكل واضح بفصل الصيف عندما يكون ماشيين في الشارع الإضاءة قوية، عندما ندخل البيت نستغرق 5-6 ثواني لبين ما تتم الرؤية واضحة، لبين ما تتوسع الحدقة لتسمح بكمية أكبر من الضوء لدخول للعين لحتى تتم الرؤية واضحة. وبالآلية الضوئية بيكون أنهينا عفوا بآلية التحكم بكمية الضوء، بيكون أنهينا الآلية الضوئية. راح نشوف هلا الآلية العصبية. الآلية العصبية بتشمل قسمين اللي هي دور للشبكية ودور للمخ. دور للشبكية ودور للمخ. راح نشوف انه بالنسبة لدور الشبكية هي قلنا تحوي على الخلايا الحسية البصرية، فهي الطبقة المستقبلة للضوء. دور الشبكية هي طبقة مستقبلة للضوء تحوي على نوعين من الخلايا الحساسة للضوء اللي هن العصي والمخاريط. هل ممكن يجيني سؤال قارن بين العصي والمخاريط؟ قل العصي تعمل في ظروف الإضاءة الضعيفة، العصي تعمل في ظروف الإضاءة الضعيفة ولا تميز الألوان، العصي تعمل في ظروف الإضاءة الضعيفة ولا تميز الألوان، بينما المخاريط تعمل في ظروف الإضاءة الجيدة الرؤية النهارية وهي حساسة لونيا، يعني قادرة على تمييز الألوان. بعيد، العصي تعمل في ظروف الإضاءة الضعيفة ولا تميز الألوان أو غير حساسة لونيا، المخاريط تعمل في ظروف الإضاءة القوية أو الإضاءة الجيدة أو الإضاءة النهارية الرؤية النهارية وهي حساسة لونيا. أكثر مناطق اللي بيكون فيها كثافة عالية للمخاريط هي في اللدخة الصفراء، فاللدخة الصفراء تحوي على كثافة عالية من المخاريط. هذا بالنسبة لدور
الشبكية. أما دور المخ، نحن مثل ما شفنا أن الجسم البلوري شكل لي الخيال على الشبكية، وكان الخيال حقيقيا أصغر من الجسم ومقلوب، ولكن نحن نرى الأجسام بوضعها الطبيعي. ليش؟ لأن المخ يفسر السيال العصبي الواردة من الشبكية، ويدرك المخ الجسم المرئي بوضعه الصحيح رغم من أن الخيال يكون مقلوبا على الشبكية. فيقوم المخ بتصحيح الخيال، الخيال يتوضع على الشبكية بشكل مقلوب، بينما نحن نرى الأجسام بوضعها الطبيعي. لأن يتوضع على الشبكية بشكل مقلوب، قام المخ بإعادة وضعه إلى الوضع الصحيح، فنرى الأجسام بوضعها الصحيح، لأنه يعتبر أن هذه الحالة هي الحالة السوية. فأي خيال راح يجي من الشبكية راح يقوم المخ بقلبه، فمقلوب المقلوب هو صحيح، سالب بالسالب موجب، لذلك نرى في الوضع بشكل طبيعي. تتم بالباحات البصرية توحيد الخيالين. أنا عندي الشبكيتين، في عندي عينتين، كل عين فيها شبكية، فأنا رح لأي جسم رح يرتسم عندي خيالين، هذول الخيالين رح يروحوا للباحة الحسية البصرية، رح يتم توضع الخيالين فوق بعضهم البعض، فبتتم الرؤية المجسمة. الرؤية المجسمة نتيجة توحد الخيالين على منطقتين متناظرتين من الشبكيتين. فلما بيكون عندي الرؤية توضع الخيال بشكل بنقاط متناظرة على الشبكيتين، عند توحيد الخيال تكون عندي الرؤية مجسمة. فالرؤية المجسمة تنشأ من تراكب الخيالين الشبكيتين في المخ. هيك بيكون تمت عندي الرؤية. ولكن عندي هم ملاحظة بيكون انه مدة الانطباع الضوئي، انا في حال مثلا في الليل تعرضت لإضاءة، تمام، فوزال هذا الضوء، فبيضل عندي آثار لهذا الضوء، فآثار هذا الضوء بسميه الانطباع الضوئي. الانطباع الضوئي بتراوح من 1 على 10 ل 1 على 60 ثانية ثم تزول هذه. فإذا توالت الانطباعات، أنا إذا توالت الانطباعات عندي في تواتر أقل من 1 على 20 ل 1 على 60 صرف الثانية، فبيجيني رؤية بشكل مستمر، مثل رؤية النيازك الهابطة من الفضاء على شكل خيوط أو على شكل خطوط مضيئة. فمنقول إذا توالت أو مدة الانطباع ضوئي من 1 على 20 ل 1 على 60، او علل رؤيه النيازك الهابطه من الفضاء على شكل خطوط مضيئه، بنقول لنا توالت الانطباعات الضوئيه على الشبكيه بتواتر اقل من 1 على 20 ل 1 على 60، فتولد لنا الاحساس برؤيه متواصله. وهذا الشيء بنشوفه بالتلفزيون والسينما كهيئه الرسوم المتحركه. الرسوم المتحركه نشاهد الرسوم المتحركه وكان هي فيلم وليست صور منفصلة عن بعضها. فإذا تولت هذه الصور وراء بعضها بتواتر أقل من 1 على 20 ل 1 على 60 في الثانية، نرى هذه الصور كهيئة فيلم، وهذا الرؤية الهابطة. لذلك نرى النيازك الهابطة من الفضاء على شكل خيوط أو شكل خطوط مضيئة. وهكذا أعزائي الطلاب بيكون أنهينا درس العين. دمتم سالمين، وفقكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.